اليوم هذه جهنم التي كنتم توعدون. لو هاليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نحتم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لدمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون. ولو نشاء لمسعناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره نكشف في الأرض أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أفلم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا وزلعناها لهم فمنها ركبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. فاتخذ من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. أفلم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق السبع سماوات طباقا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا عذاب السعير. وللذين كفروا ربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذر. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أن يقول ما كنا في أصحاب السعير. فاعترف بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يعشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كريم. وأسر قولكم أم اجهر به إنه عليم بذات الصدور.
قد زينا